الوضعية الحالية في الجزائر عندنا لي كا بوزيتيف، هذوك اللي عندهم أعراض، فيه يعني الإيطالي هذاك اللي دخل الجزائر وهو مريض، ومن بعد يعني شفي ورجع يعني لبلاده. وعندنا حالتين آتيتين من إسبانيا، وكان عندهم أعراض المرض، ثم إيزون إيتي كونفيرمي بوزيتيف. وفيما يخص عندنا لي كا كونتاكت، يعني الناس اللي كانوا بعلاقة خاصة بالرعاية الجزائرية اللي جات يعني من فرنسا، وثم اكتشف أنهم عندهم الفيروس، ويعني تم استشفائهم في فرنسا. وهذه الحالات هذو لي كا كونتاكت يعني سون سيمبتوماتيك، ما عندهم أي يعني سيمبتوم ظهر عليهم. وهما في 17 يعني 13 حالة في بوليدا، حالتين في الجزائر وحالتين في معسكر، وهما كلهم من عائلة واحدة. سيفون، وهذا يعني باش تكون عندكم معلومات أكثر يعني.